سكرت دراسة. يعني تخيلوا هلأ صار لي 17 سنة عم أدرس، عمري هلأ 22، يعني لو شلت 17 من 22 معناها أنه عشت بحياتي 5 سنوات بس والباقي كله كرف وحفظ. ليش؟ ولسه باقي سنتين لخلص الجامعة، وفوق هاد كله احتمال أدخل تخصص تاني، يعني كل حياتي حظل أدرس. أنا بيرمو بسوي أنيميشن، بحكي لكم عن قصص صارت لي بحياتي. بهذا الفيديو راح أحكي لكم عن مواقف صارت لي بحياتي الدراسية من الابتدائي لحتى نوصل للجامعة. ما حتصدقوا كمية المواقف اللي صارت لي. لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات ويلا نبلش. لما كنت صغير كنت مهووس بشكل ما بتقدروا تتخيلوه بلعبة تيكن. بيسيكلي تيكن هي لعبة مصارعة بتختار شخصيتك وبتقاتل شخصية تانية، جولة أولى جولة تانية ومبروك عليك الفوز. يلا الجيم اللي بعده. هذا آخر جيم. وكنت العب بشخصيه واحده بس ومخلص لها ومستحيل اغيرها. كان يسوي حركات بهلوانيه وطلع انها رياضه حقيقيه اسمها الكابويرا. المشكله اني كنت متاثر بزياده شوي كتير بشكل جنوني. بالمدرسة الابتدائيه كنت العب مع اصحابي، وقت ما يرن جرس الفصحى بنروح للساحه ونتقاتل، وكنت بسوي نفس حركات المقاتل هذاك، وكلياتهم هيك بيتفرجوا علي ومستغربين شو عم سوي. يا طعم الكرنج والهبالة. تخيلوا كل المدرسة تتفرج علي وأنا زي الغبي اتمرمغ بالأرض واتبهدل. المشكلة أني كنت مصدق حالي أني جبت الحركات الصح وأنه اللي كنت بسويه كول. وين الشي الكول بالموضوع؟ مدري كان رهيب. مش هيك مالكف. كنت بشوف الأساتذة هيك بيوقفوا وبيتفرجوا علي وتتعالى عليهم نظرات هذا الجيل رح يخلي البشرية تنقرض. لك حتى لما انهزم كنت بسوي نفس طريقة الشخصيات لما تنهزم باللعبة. لما صرت بالمتوسط عقلت وتربيت وصرت تقيل وقليل الكلام ومنغلق على نفسي وخجول ومكتئب. كانوا يجوا لعندي طول فترة حياتي ويقولوا تتذكر لما كنت زي الحمار تتشقلب على الأرض؟ ورينا كيف تسويها مرة تانية بالله. وأنا الإحراج واصل عندي ليفل 1000، وصل عندي ليفل مليون لما اكتشفت أنه صاروا يقولوا لي نفس الشيء بالثانوية. بس كنت ببشي السالفة بالضحكة التسليكية وبغطي على الموضوع بأني كنت صغير وحمار وابغى اجلد نفسي واعطيها كف. الموقف الثاني بالابتدائيه برضو، درست باكثر من ابتدائيه بحياتي كلياتها، بس من بينهم كلياتهم كان في هاي الابتدائيه اللي حماماتها غير منطقيه، عاطين للبنات حمامات عاديه بتقدر البنت تسكر على حالها وهي مرتاحه، اما الاولاد فكانوا عاطينا هالمراحيض. يا اخي لحد هلا ما بفهم عليهم شو هاد، معناه احنا ما بنتخوط ولا ايش؟ انا الطفل البريء يوما ما رحت للحمام واكتشفت ان ما في الا مراحيض البول، وانا خلاص كنت رح انفجر، ففكرت اروح مراحيض البنات بس بعدين خفت حدا يلقطني وتصير الف مشكله ما لها حل. وانا عم امشي اكتشفت ان في مكان مبين عليه انه في ممر ورا مبنى الحمامات، ورحت له، لقيت مكان ما حدا داري عنه، مغطى بالاشجار وكانه المكان المناسب. مناسب لشو؟ خلاص ما يحتاج مني شرح، كنت حشران اوكي وسويتها ونظفت حالي بعدين ورجعت للصف، وصار كل ما بتجيني الحاله بروح لهنيك. الله يقرفك. كنت صغير وما كان في حمام، ضليت عم روح على ذاك المكان السري لحد مره من المرات لما خلصت اجيت طالع لقيت حدا بيدرس معي وهو رايح للحمام وعم يتطلع فيه ومستغرب. قال لي من بعيد وين كنت؟ انا هون ارتعبت لانه ممكن حدا يكتشف سري الصغير، وقلت له شفت قطة وكان بدي الحقها وهربت بس. طيب وراح. يوما ما كنا بالفصحى وكان بدنا نلعب غميضة، واحنا نجري عشان نتخبى لقيت حالي رايح معهم عم اركض على ذاك المكان، وانا اللي لا 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 لا. بعدين قلت لهم خلونا نتخبى بمكان تاني، وهن كانوا زي لا ترى ممتاز ورهيب وشوف ما حدا بيلقانا هني واشجار رهيبة. لهيك انت كنت بتجي على هذا المكان؟ كان احراج، وكان هاد اسوأ شي تخيلته يصير لي بيوم من الايام، واضطريت اغطي على الموضوع انه لا مستحيل وايش هذا ومسوي اللي طالع منها. اصلا بتعرفوا مين لازم ينام؟ ادارة المدرسة. ما بعرف كيف الاولاد التانيين كانوا يسووها بالله. الله يعين كل طالب لساته يدرس بهذيك الابتدائية. كنا بالابتدائي بالتحديد سنة الثالثة، بالرغم من أني كنت متفوق في دراستي بهذه السنة إلا أني جبت العيد مرة من المرات. كان قسمنا أكثر قسم متفاهم مع بعض من ناحية الغش، ومن كثر تشابه الإجابات معلمتنا عرفت أننا نغش. كانت ذكية وكان عندها حلول، فمرة سوت لنا اختبار رياضيات ما رجعت له باي ذا واي، وكنت جدا خايف أن معدلي ينزل بسبب كسلي بالمذاكرة. طلبت منا نحط حقائبنا بين كل واحد منا عشان ما نشوف، وقسمت الأوراق. أنا ما كنت حاب أني آخذ العلامة الكاملة بالغش لأن ما كنت مهتم كثير، كان بس همي
اني اخذ علامه متواضعه عشان بس احافظ على معدلي، فكنت اكتب شخابيط ما بعرف من وين جبتها. اما النتيجه كنت اقول للي جنبي عشان يقول لي النتيجه واكتبها مباشره، فاخذ نقاط الاجابه واضحي بنقاط المعادلات وتسلسل الحل. اللي كان جنبي كان ما شاء الله عليه كمان، لكن كنت افضل منها انا يا المهم لما خلصنا الاختبار قالت لنا المعلمه: على فكره الاختبار كان عباره عن موضوعين، موضوع A موضوع B. بالطاولة يجلس اثنين، فواحد منهم ياخذ الموضوع الاول والثاني ياخذ الموضوع الثاني، يعني الحلول مختلفة، يعني جبت العيد. وقعدت اصيح بالطاولة، بالنهاية اخذت 1.5 من 10، كارثة. تخيلوا الحين بالجامعة قاعد اضحك على حالي واقول ايه ايام جالسة تتكرر بالجامعة كمان. كنا صف ثاني متوسط، طلبت منا المعلمة نسوي مشروع وهو أن كل واحد فينا يجيب معاه حيوان أليف معين. كانت حصة أحياء، أنا كنت طلبت من بابا عشان أشتري هامستر كان رمادي مسود، وكل زملائي قعدوا يرموا عليه تعليقات: إيش هذا جرم؟ غير ما أن معاملتهم كانت سيئة للهامستر، مرة جرحوه بمدور أو زي ما نسميه الفرجار. كنت أخاف عليه وما كنت أحب أخليه بالقاعة تبع الأحياء، لأن كنا نروح لقاعة ثانية لما تنتهي الحصة، ويجي صف ثاني يدرس مكاننا ويقعدوا يتنمروا عليه كمان. إلى أن جاء اليوم اللي قررت أخرج فيه عن صمتي وأرجع أهل البيت. كانت معاملته سيئة بالمدرسة صح؟ جرحوه بالمدرسة ومع هيك استحمل صح؟ يعني لو وديته للبيت ما راح يصير شيء سيء صح؟ إيت. إيش أقل شي كان ممكن أسويه؟ أضمده وأعقم شرحه على الأقل؟ لا ما سويت شي، جبت له جزرة أكبر من حياتي وسديت باب بيته الصغير لدرجة أنه ما صار يقدر يخرج أساسا، ورحت أكمل ألعب ماينكرافت. لما إجيت الصبح لقيته حي يقفز عادي وأكل الجزر وقاعد يلعب في العجل، لقيته ميت. انفجعت وما ادري شو انه كيف صار كده وليش مجددا صف ثاني متوسط، يعني لسه صغير شوي ما بعرف. المهم صار اللي صار وعرفت كمية الإهمال اللي لقاها الهامستر المسكين، ولما كبرت قلت خلاص لازم ما نقصر بحقوق الهامسترات، ولازم إذا أحد كان يعامل الهامستر بسوء لازم يتعاقب، لأن هذه المخلوقات البريئة اللطيفة لازم صرنا نشرحهم ونسوي عليهم تجارب بالمخابر تبعنا. هل قد ربيتوا حيوان ومات بطريقة معينة؟ هل عندكم قصص عن هذا الشيء؟ بالمتوسطة كانت تدرسنا استاذة الفنية، وبأحد الحصص كان عنا درس معين نجيب فيه مجلات وجرائد ونقص منها أجزاء مختلفة ونحطها مع بعض على أساس إنه فن ومدري شو. طلاب جيبوا معاكم مجلات وجرائد، حناخذ من كل مجلة أو جريدة خشم وعين ودم ونحطهم مع بعض وبيطلعونا على شكل تحفة فنية. ليش؟ إيش اللي ليش؟ ليش هذا يعتبر فن؟ مسوية فيها الفنانة. النتيجة بنهاية الحصة طلعت هيك، وين الفن بالموضوع؟ لك هالمادة كانت عبارة عن كابوس ماله داعي، الأنسة كانت تضربنا بالعصاية لو ما سوينا الواجبات تبعنا، واختبارات الفنية كانت كتير صعبة وبتوتر، وبالنهاية كل علاماتنا كانت زق. وعشان خبركن ما كان في عدل بالتنقيط. ليش؟ حدا منكن عم يسأل؟ لأن كانت تعطينا الأشغال نسويها بالبيت، ففي طلاب كان عندهم آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم شاطرين بالرسم وبيسوي الشغل عليهم بالكامل، بعدين بياخدوا أعلى العلامات وباقي الكلاس عم يعاني. بعض الأشياء ما كنت بفهمها بحصة الفنية صراحة، وش اللي خشم من مجلة وعين من جريدة ومدري شو؟ وهلأ إحنا بعد كل هالسنوات من حصص الفنية إيش استفدنا بالله؟ حرفيا هالمادة توقعاتنا بتكون لإلها عالية، بنفكر حالنا حنرسم ونسوي أشياء كتير مثيرة للاهتمام، بعدين بوم خشم من مجلة وتم من جريدة. رسميا نقدر نتفق على أن الفنية مادة ما لها داعي إلى جنب الخياطة والحاسب. المهم أنا جبت مجلة من عنا بالبيت، المجلة كانت قديمة ومحطوطة بخزانتنا، كانت جايبيتها عمتي من برات البلد، وأبي أمي سلكوا لعمتي وحطوها بالخزانة وما حدر عنا، فأنا أخذت واحدة. قالت لنا الأستاذة جيبولي واحد واحد المجلات وأنا بورجيكم شو بتقصوا وشو هي الصور المناسبة وكذا. ولما جاء دوري عطيتها المجلة وهي عم تدور، وصلنا لآخر صفحتين وطلع فيها أرقام هواتف خدمات كيف بقولها؟ أوكي ما بقولها. وفيها صور ناس عريانة بالكامل. أنا لفيت رحت بعدت عن الأستاذة وضليت أشوف أي شيء تاني بالحياة. واو الكلاس نظيف اليوم، أول مرة بشوف الحياة بهاي الدقة. والآن سكات ما ضحكتها ومسوية نفسها ما شافت شي وتدور بصفحات التانية. كان أكثر شي محرج تعرضت له بالمتوسطة بحياتي. آخر شي تتمناه أن تفرجي معلمتك مجلة فيها صور إباحية. اللي حمدت ربي عليه أن الآنسة ما عاتبتني على هذا الشي. إيه والله ناقصني تعاتبني على هذا الشي، كان خارج عن إيدي، ما كنت أدري أبدا. المهم خرجت من الموقف بدون أضرار. أعتقد أن الكل يتفق أن التعامل مع الجن مهما كان السبب هو حرام، بس على الأغلب كتير منا سوى شي حرام بس لنقول هو أصلا مو عارف أنه حرام.
مثلا الأطفال اللي مرفوع عنهم القلم حتى مرحلة البلوغ. باختصار لعبنا لعبة الويجة السخيفة واللي وقتها كانت شي مرة كول، وبس اللي عندهم الشجاعة يقدروا يلعبوها بالمدرسة. كنا متوسط صف ثالث بالتحديد، يعني بعد مرحلة البلوغ، يعني أخذ ذنوب. كنا بآخر أيام السنة، وبتعرفوا آخر الأيام بعد الاختبارات كذا نسوي حفلات ومدري شو، نجيب معانا حلا وكيك وأشياء تجنن عشان الأساتذة يأكلوهن بعدين وإحنا ما نذوق ولا شي، حسبي الله. أصلاً بعد مرحلة المتوسط حلفت ما أجيب معي أي شي بالحفلات، لأن مرة جبت معي كيكة كاملة ما أكلت منها ولا شي ولا ذقت منها. جدي المتخلفة حكت الإنجليزي وأخذتها كذا وما سألتني ولا سألت مين جابها. Oh my God، والله السنة كانت زي الخايس، swear ما أبغى أدرس anymore. عجبتني ذي الكيكة، راتبي مرة زك، أقدر أخذها حلال علي. لا مس، هاي حقت الطلاب. والله ما كنت أدري ولا كنت أبغى أدري. جت على الكيكة، عندكم كيك شوكولا هنيك. بس هاي اشتريتها بنفسي للطلاب ولسه حتى ما ذقت منها. خمسة سنة وأنا أندر بيد، ما حدا حياخد مني هالكيكة هلا. باي، شكرا على الكيكة، باي. ومرة أخذها أحد الطلاب بدون ما شافه ولا حد، وأنا الوحيد اللي شفته من الشرفة حقة الكلاس برا رايح حرفيا مع الكيكة والكيس حقي اللي جبته من البيت بنفسي. خير، لدي الدرجة عشقت في كيكة أنت؟ سبحان الله، الناس غريبة. بالثانوي صرت ما أحضر حفلات نهاية السنة حتى، بس كنت أشارك بالمسابقة. ليش ما حد نبهني إني خرجت عن الموضوع؟ يلا نرجع للسالفة. بنهاية السنة بالثالث متوسط كنا حرفيا all over the place بصراخنا، وكلنا كنا نسوي أشياء مرة عشوائية، المهم نسوي شيء. إلى أن جت هذه البنت اللي خنسميها هولام، وذي البنت اللي خنسميها مرارة يعني. وطلاب ثانيين جلسنا مع بعض وخطرت على بالهم ليش ما نلعب هذه اللعبة، وكلنا بدينا مود الدراما اللي نحكي فيه. بيقولوا أن في شخص لعبها وصار مسكون. بيقولوا أن في شخص قتل عائلته كلها. بيقولوا أن في نسبة من الناس يتفرجوا على الفيديو ما يشتركوا. أوكي، آخر مرة أغير الموضوع. بس نحتاج شي زي العلبة عشان نحركها على الحروف. عندي هاي. تمام، بتكفي وتوفي. يلا بسم الله. بتسمي على شي حرام؟ spirits if you are here please give us a sign. الكل طار حرفيا، اللي كان يضحك ويسعل، اللي كان ساكت، والدراما كوينز اللي كانوا يبكون زي الممثلين حق الأفلام. Seriously؟ واللي كان جالس بمكانه ما تحرك ويده لسه على العلبة هو واللي كان جنبه. يا كان أنا ومرارة. إيش هذا؟ والله ما يعني. حرفيا كذا آريس بالحرف الواحد، وإحنا حرفيا اترعبنا من الأنسة حتى أكثر من هذه اللعبة السخيفة. تخيل في آخر يوم بالمدرسة، خلاص طول السنة وإنت عم تدرس وتتجنب المشاكل ومتأدب ومتحمل كل شي بالحياة عشان بالنهاية تخترق قانون المدرسة، تلعب لعبة حرام وتاكل تعهد بآخر يوم. يعني كل الحظ السيء طاح علي بآخر يوم. بس اللي صار إنه ما صار شي، ما طلبت منا نسوي لا تعهد ولا بطيخ ولا كلمت الإدارة ولا أي شيء. يا أخي والله رهيبة هالآنسة. بس كلمتنا بآخر الحصة إحنا الاثنين، مع أنه الكل كان مشارك بالجريمة وسوي طالعين منها. بس يلا، وقالت لنا بإيش كنتوا تفكروا أنتوا الاثنين؟ والله مو إحنا بس، الكل كان معانا. أسفين والله ما حتتكرر. والله بالنسبة لي عادي، هذا آخر يوم وما لازم تلعبوها بالنهار. ها؟ لا تلعبوها بالنهار، المفروض تلعبوها بالليل مع شوية شموع. خليكم بعيدين. يعني المفروض انت كأنسة المفروض ما تحكي عن هذا الشيء وكأنه شيء عادي، بدل ما تقولي انه حرام وكذا تقولي انه لازم نلعبها بالليل مع الشموع. واخذت راحتها بالحكي يعني شوي، واحس انها فعلا تلعبها بالويكند مع الانسات التانيات، وحكت وكأنها مجربة. يعني ما شاء الله عندها خبرة بالموضوع. انا بهديك اللحظة حسيت بالخوف فعلا، لاني كنت احس بانها لعبة سخيفة ما لها داعي، ولكن بس تسمع حدا كبير بيقولك ان هيك شيء حقيقي فانت وصغير حتصدقه. انا من بعدها حرفيا رميت البراية من الخوف على اساس انه ممكن يكون فيها جني. الحمد لله على كل حال. احس من كثر الادعاءات دي اللي حرفيا زادت عن حدها، خاصة بالتسعينات وبداية الالفينات، الجن صاروا يضحكوا علينا. يا اخي والله فشلتونا. يا كثر الايام اللي فكرت فيها بهي الاشياء اللي خارجة عن الطبيعة. مين يتذكر الاسقاط النجمي؟ بالله ولا مرة صارت معي حرفيا. ما اعرف عن الناس التانيين، بس ما حبيت اضيع وقتي اكتر مع هيك اشياء ما حد متأكد منها ولا فيها فايدة، وممكن حتى تكون شيء منافي للدين الاسلامي.
لما كنا بالمتوسط كنا مقبلين على آخر سنة دراسية بعدين نتخرج. الأستاذة اللي كانت تدرسنا كانت صارمة، لكن كنا نجيب عندها نتائج كويسة، أو على الأقل أنا كنت أجيب عندها نتائج كويسة. فلما اقترب موعد الاختبار النهائي كانت تجبرنا ناخد ساعات إضافية فوق ساعاتنا باليوم. لا، وصلت لدرجة أنها كانت تأخذ حصص أساتذة تانيين، ومن أهم الحصص كانت حصة الرياضة، واللي كانت الحصة الوحيدة اللي نتنفس فيها ونغير جو. بس هي كانت تأخذ الحصة كاملة، كانت ساعتين. تخيلوا ساعتين ندرس أحياء بآخر الأسبوع بالمساء بالصيف، معاناة. فكان كل ما يجي أسبوع جديد ندعي ربنا أن ما تأخذ حصة الرياضة. اوكي، جهزوا حالكم في ساعتين احياء هذا الخميس بدل حصه رياضه. لا كيف كده؟ الخميس هذا حصه احياء بدل رياضه. ماي جود، نو لا تعالوا جهزوا حالكم، الخميس هذا عندكم حصه احياء بدل رياضه. شاطرين. الثانوية أكثر مكان يتفق الكل على أنه بيرفع الضغط. فعلا فترة الثانوية العامة جبرتني أني أبذل جهد كتير كبير مشان أبقى حي، أو على الأقل أني أقنع روحي مشان ما تطلع. نحن فعلا أصحاب البكالوريوس عم نبذل جهد أكبر من فيلق الاستطلاع تبع شنجيكي. الله يعين، ولو فكرت أنك تتراجع خطوة واحدة بس راح تتعذب أكثر من وضعك الحالي. الأساتذة اللي ما لهم صلة أبدا بالمادة، هالشي صار معي بالعام الماضي بأول سنة. ما كان عنا أستاذ رياضيات لأنه يلي لازم يدرسنا مرض، فجابولنا أستاذ من برا. الحمد لله يعني بهاللحظة أنا ارتحت وقلت لحالي أوه يعني ما رح نتأخر بالمنهاج. لكن المحترم وش قاعد يسوي؟ صار يرسم لنا مربع داخل مربع ومثلث داخل مثلث ويقول لنا منو يعرف عدد المربعات بعطي علامة زيادة. وهيك تأخرنا عن المنهج وما لحقنا نكمل. طبعا انت كنت محطم بالعام الماضي من قهر الأساتذة اللي كان تدريسهم ما شاء الله، بس الحمد لله انتقلت للقسم النهائي وانت كلك أمل. بس ما حزرت، الحمد لله هالعام رح يكون أفضل عام إن شاء الله. بداية جديدة، أساتذة جدد، يا ترى كم من علامة كاملة رح مرحبا. بيك انت ضامن رح تعدي اجمل سنة بحياتك. فترات الراحة بالثانوية من كثر ما الوقت ضيق وما فيك تتنفس ما بين الحصص من كثر الواجبات، الكل يقعد يتمنى انه تصير معجزة ويتغيب استاذ من الاساتذة. وفجأة الاستاذ تغيب، لهيك الحصة فارغة، يلا على البيوت يا وسخين. الحرية. لكن رح تتعود الحصة بكرة بالضعف من الساعة 8 ل 8 بالتوفيق. ما في حرية. اكيد اقتنعتوا الحين انه الثانوية من جد جهنم، والاساتذة فوق تدريسهم الاكاديمي ما بيأثروا معانا. على كل حال مش بالثانوية بس عم تصير اشياء، بالبيت كمان عم يصير ضغط كبير جدا، لدرجة انه رح اسمح لحالي اني اسوي دستور قوانين خاص بالممتحنين مشان القى راحتنا بالبيت. كله من تحت راس الثانوية. اولا يسمح للممتحن استخدام الصالة الفاخرة فترة الامتحانات للمذاكرة مشان ما يزهق. ثانيا يوضع الاير كونديشنر تحت تصرفه لغايات الدراسة. ثالثا يعفى من كب الزبالة وشطف الدرج وغسل الجليات لكلا الجنسين ايام الامتحانات وبدون ما تتعوض لاحقا. واخيرا الثلاجة تحت حكم الممتحن، اي اعتراض؟ طبيبة الثانوية ما في أي شيء أحكي عنه هون لأنه ما إلها دور أصلاً. المنهاج لساتكن ما اقتنعتوا أنه الثانوية جهنم؟ لو فعلاً بدك تدرس ما في أي حل غير أنك تدقق بكل شيء. لازم تحفظ المنهاج، تاكله أكل، بتشربه زي المي، بس ما رح تقدر لأنه رح تتعب حالك على الفاضي ورح تاكل هم ونكد مكان المنهاج. يعني عالمياً في تقسيم مهم للمواد، مواد فهم ومواد حفظ. ليش لازم أحفظ كل شيء؟ بدكم تضيعونا؟ هل بدكم تضيعونا؟ وفي عبيد كمان للمنهاج لوكيلكن، ومع انهم اي طريقه مشان يوصلوا الفكره للتلميذ. مره باختبار علوم كانت بتدرسنا استاذه اسمها خلونا نشوف جوجل اكثر الاسماء القبيحه. خلونا نقول اسمها بطه. وهالاستاذه ما ادري اصلا كيف دخلت تدرس لانه فعلا تنرفز. لما صححنا الاختبار كانت متاكد من الاجابه، فقعدت اشرح لها وانا فعلا من قلبي اتكلم والعرق من جبيني قاعد يسيح وكل شيء. ولما خلصت لهيك إجابتي صحيحة. وهالمعاناة كانت بتتكرر طول السنة بكل اختبار، وطبعا مش أنا بس اللي انقهرت منها، لا كل الطلاب. الحمد لله الحين أنا انتقلت وهي انقلعت وما درستنا هالسنة. لازم فعلا نصيحة لكل الطلاب مشان ما ينهم بهال، ولهيك احذروا من استشرت.
بالنسبة لموضوع الحفظ والفهم في المدارس، أنا مو بأفضل شخص تسألون عن هذا الموضوع، لأن تخرجت من المدرسة من وقت طويل، فما عندي اتصال قوي بذاك العالم، فما أقدر أعطيكم نصيحة جيدة. لكن إذا مصرين على أن تأخذون رأيي في الموضوع، في رأيي في عالم مثالي المفروض يكون فيه الكثير من الفهم مع القليل من الحفظ. في معلومات ضروري تكون حافظها وموجودة في بالك 24 ساعة عشان تستدعيها في أي وقت، لكن بشكل عام الأفضل أن تفهم أغلب الأفكار. لكن إذا تبون النصيحة الواقعية والعملية، ما يهم تحفظ تفهم، سو اللي أنت تشوفه مناسب واللي يمشي معك، اللي يناسبك سوه، أهم شيء تخرج بمعدل ممتاز. ليش؟ لأن معظم المعلومات اللي بتمر عليك في المدرسة وفي الثانوية ما بتستفيد منها في حياتك العملية أو حياتك بشكل عام إذا بنكون صريحين. لأن لما تخلص من المدرسة وتبدأ تقدم على الجامعات، موظف القبول في الجامعة ما بيهمه هل أنت حافظ المنهج، هل أنت فاهم المنهج، كل هذه الأشياء ما بتهمه. بالنسبة له أنت مجرد رقم، أنت مجرد هالنسبة ذي. فحاول أن يكون هذا الرقم ممتاز، هذا أفضل نصيحة أقدر أعطيك إياها. إذا أنت جيد في الحفظ فأحفظ المنهج كامل وجيب درجات ممتازة، إذا أنت جيد في الفهم فأفهم المنهج كامل وجيب درجات ممتازة، أهم شيء تجيب درجات ممتازة. هذا أفضل نصيحة أقدر أعطيك إياها. أكيو شو ترغي كتير يا حرام، أنت فكرت أنك تعذبت؟ استنى لما أحكي لك أنا شو صار فيني. لما كنت بالثانوية طرق الظرف وغيرت الثانوية بنص العام، وبالثانوية الجديدة ما لحقت على الدروس لأنه كانوا متقدمين كتير عني، فصارت لخبطة بعقلي. يعني من كتر ما كان الوضع صعب، الرياضيات بالنسبة لي صارت لغة هيروغليفية، صار لازم أدرس اللي فاتني من الحصص ولحق على دروس جديدة. وما بتفكروا أني كنت بصف أول أو ثاني؟ كنت بثانوية عامة يا حبيبي. يعني تخيلوا الوضع هيك، غيرت ثانوية، تأخرت على المنهاج، كان باقي على الامتحان 90 يوم بس، وبلشت المعاناة. بدرس بالثانوية دروس خصوصية مكثفة بعد الثانوية، برجع البيت بحل تمارين وشوف مراجع، بنام شوي، بصحى بكرة بالثانوية دروس خصوصية، وكل يوم من هيك. صرت مضاعفة جهودي بالدراسة أكتر من العادي، وما كان باقي كتير ويصير انفجار كوني بمخي المسكين. وإجا الامتحان، صار انفجار بالورقة بدل من مخي. عديت الامتحان، انتظرت النتيجة ونجحت. أنا كنت بظن أنه هيدي أكبر المصايب اللي ممكن تمرق على حياة الطالب، بس لسه ما شفتوا هم الجامعة. هاي هي الثانوية، ولو فكرت يوما أنه بالثانوية رح تصنع ذكريات حلوة وكذا، لا يا ماما ما بيصير، لا خطأ، إلا رح تتذكر ذكريات خايسة ورح تضحك على حالك من كثر ما كنت سخيف ومو طايق الوضع. بالثانوي كانت تدرسنا أستاذة أحياء، مدري من وين جابوها، بس والله إنها كانت أكثر كائن نرفزني بمسيرتي الدراسية، ولا مرة ضايقت عند أستاذ تاني غيرها. وهالأستاذة مدري أصلاً كيف دخلت تدرس، لأنه فعلاً تنرفز. فباختصار كانت مش متمكنة وتصحح على كيف أبوها وما تعطيك حقك بالتصحيح وتجيب العيد، والمشكلة أن حتى لو صححت لها معلوماتها ما تقتنع. يعني تخيل تجي ربع ساعة أو نص ساعة كاملة تشرح لها خطأها، وأن بالمقرر كذا وبالعلم كذا وبكل الكتب اللي من عهد ابن سينا إلين اليوم كذا، بعدين تعطيك ذيك النظرة اللي بعدين يلوموني أني أعصب. ممكن هذا خارج الموضوع، بس أن هذه الأستاذة صارت لنا مشاكل معها أيام الثانوي، وصارت دراما ما لها داعي، والكل كان متفق على أنها لازم تنطرد أو أن يعني تغير من طريقة تفكيرها وتكمل شغلها عادي. لكن بصراحة عانينا معها كتير، يعني راس يابس بدون لازمة كذا. صح، الجامعة كانت أسوأ بمراحل. بحكي لكم شوي عن الجامعة. بعد ما تخرجنا يا عزيزي المتابع من الثانوية العامة، صارت أشياء خلتني أتمنى أني ما دخلت أدرس من الأساس. صارت لخبطة فيما يخص اختيار التخصص، وفي النهاية اخترت صيدلة. المشكل أنك تدرس إشي في الثانوية بالفرع العلمي على أساس أنك معتمد بشكل كبير على مادة الأحياء، فجأة بتلاقي أنه الصيدلية مبنية على الكيمياء ومشتقاتها، عضوية، عامة، معدنية، إلى خلاف. أوكي، هذا ما حيأثر، ما حيكون سيء كتير أنا متأكد. هادو أنا بالنهاية عانيت كتير مع الكيمياء،
تقريبا الأغلبية عانت إلا الدوافير اللي درسوا الكيمياء بالثانوية. هادو ما حكيت عن تغيير طريقة أخذنا للامتحانات. كل حياتي وأنا بحل كل شي ورقي كتابة. الحين دخلنا على نظام الأسئلة متعددة الاختيارات اللي ما تتطلب منك إلا اختيار الخانة المناسبة. تختار الخانة المناسبة بس؟ هيك أسهل بكتير عن الكتابة. مش تماما. الأسئلة مضللة في غالب الأحيان. أحيانا يطلبوا أنك تختار الإجابة الخاطئة، لكن بما أن عقلك مبرمج على اختيار الصح فرح تختار الإجابة الصحيحة وتجيب العيد. أما بالنسبة للدروس والمحاضرات كنا بالبداية مرتاحين جدا بحكم أنه ما زبطوا لنا جدول زمني، فعطونا جدول مؤقت عشان ما نتأخر، وفي النهاية اتأخرنا، اتكركبنا، اتبهدلنا، لكن انتقلنا الحمد لله للسنة الثانية. هالفترة مرقت علينا نوم وراحة. كان الجدول كالآتي: بالصباح ما في أي شيء، بالمساء من الساعة 2 إلى الساعة 6 محاضرات. هسا ما كنا نحس بالضغط بالمحاضرات بما أنه كنا مرتاحين صباحا، نتغدى بكل راحة وما في أي شيء ياخد من الوقت. باختصار كان في فراغ. هلأ بعد فترة أتوقع شهر أو أقل بشوي ملأوا لنا الصباح بالأعمال التطبيقية وحصص تمارين، فصار الجدول المعتمد أنه صباحا تمارين وأعمال مختبرات ومساء محاضرات. حرفيا ما في حصص فراغ بالمرة. اصحى بالسكن الجامعي بكير ساعة 7 إلا ربع، بعدين ارجع للنوم، بعدين اصحى الساعة 7 و10 دقايق، بغسل وجهي، بفرش أسناني وألبس ثياب الجامعة، بروح ألحق على الباص اللي كم من مرة ما لحقت عليه، أو اركب تاكسي وتوكل على الله. طول اليوم بالجامعة إلين الساعة 6، بعدين يجي يقولك يا صاحبة أوكي أحيانا نخرج قبل الساعة 6، لكن هالشي بيكون جدا نادر ويكون بسبب أن المحاضرة تلغت بسبب غياب حضرة الدكتور من الدكاترة اللي خنقونا طول السنة. ومجددا هالشي ما يكفي عشان أسوي فيديوهات لأني بعيد عن البيت. حرفيا كل أغراضي المهمة بالبيت، حاسوبي، تابلت، كل شي. الله يعين. بالكاد عملت فيديو أنواع الإخوان الجزء الثاني، حرفيا طلعت روحي وأنا أرسم وأمنتج. تخيلوا معي هيك، كنا في فترة امتحانات الترم الأول والإدارة قررت تعطينا فترة أسبوع عشان نستريح. لا طبعا عشان نذاكر. بلا ما أحكي لكم عن كمية التشابترات اللي لازم تنهزم وإلا رح نرسب. حاسبكم بيرمو إيش سوى؟ 1. ارتاح بالأيام الأولى بعدين ذاكر بالأيام الأخيرة. 2. ذاكر بالأيام الأولى وارتاح بالأيام الأخيرة. 3. ذاكر طول العطلة. الإجابة هي سحب على أم المذاكرة وراح يسوي فيديو عشانها سحبك. عادة بسوي فيديو في ظرف أسبوعين. فيديو أنواع الإخوان الجزء الثاني سويتها بست أيام متتالية. غباء ألف لا واثق بنفسي بعد. لحسن الحظ أنه أديب ساعدني بمشهد من المشاهد الله يجزيه وقدرت خلص الفيديو. كان الوضع مخيف أنك عارف اللي تسوي غلط ولازم تذاكر، بس لازم تنزل الفيديو، خلاص فات الأوان، أنت بديت فيه لازم تخلصه. خلصت العطلة ما ذكرت ولا شيء. وردت السوداوية مذاكرة يوم قبل الامتحان والسهر واصل ليفل ماكس إلين الفجر. ما في نوم، ما في استراحة. خلي عيونك مفتحة ولما عقلك يقولك ستوب أنا تعبت تقرر تغمض عيونك عشان ترتاح شوي. بعدها تسمع رنة المنبه اللي كل عانى منها. مستحيل لسه ما نمت. طبعا هالشي يتكرر طول فترة الامتحانات كله بسبب إني ما ذكرت. آخ بس لما نتذكر. بعد الامتحانات ما صدقت إني خرجت حي. النتائج كانت فوق المتوسط، يعني مقبول حرفيا بالجامعة. أهم شيء هو السيرفايفل. الحمد لله على الأقل في عنا مقصف نروح له ونشكي همنا عن طريق الأكل. حرفيا المقصف هو الشيء الوحيد الإيجابي. جنة وسط النار. بدك مي؟ موجود. بدك سنيكرز؟ موجود. كندر، ميلكا، قهوة، شاي، فطاير، سندويشات، برجر، كله موجود. الأسعار كانت تخنق. المهم في إمكانية عشان ناكل الحمد لله، بس لازم نضحي بمصروفنا الأسبوعي. نيجي الحين للشي اللي ما تقدر البشرية تستغني عنه، المراحيض. بحكم أنه الجامعة حديثة البناء كل شي كان فيها جديد في ظرف 3 أشهر، بس كل شي لساته جديد. بس في ظرف 5 أشهر ما تقدر تدخل مرحاض إلا وريحة التبغ بتدخل بخشمك غصبا. المي؟ ما في مي غالب الأوقات. بعض المراحيض تحس كأنها مكب زبالة والثانية مخنوقة وتحس حتنفجر عليك بالخ. هاد وحده كفيل اني اي من الجامعه ناقص 5 على 5 نجوم. الله يعين. بس
بالسنة الأولى لإلي بالجامعة، يعني هذا الكلام سنة 2021، لسبب من الأسباب الإدارة اضطرت لتأجل آخر اختبار لإلنا وقالولنا هالكلام بعد ما كلياتنا إجينا للجامعة والجو حر صح، وكان بقيلنا آخر اختبار، يعني كان المفروض بروح للجامعة بعد الاختبار وبرجع بنفس اليوم للبيت وخلاص عطلة صيف، ولكن الإدارة بآخر ثانية قررت تصير كلبة وأجلت الاختبار، فكنت مضطر نام بالمسكن ليلة واليوم اللي بعده بروح أعدي الاختبار. الخبر كان فجائي وأنا ما جبت معي مروحتي. بتعرفوا ليش عم أحكي هيك؟ بالعادة أنا بأخذ معي مروحتي للمسكن بالصيف لأن غرفتي طنجرة ضغط حرفيا، لا هوا يدخل ليها ولا بيخرج، ففيكم تتخيلوا إحنا عم نتعذب بالليل وإحنا نحاول ننام، ولهيك الله رزقني بمروحتي اللي ما جبتها بآخر امتحان، لأن مفكر أن خلاص بعدي آخر امتحان بالصباح برجع البيت، بس طلع أن لازم نام ليلة تانية بالمسكن الجامعي. انت اوكي وانا متفائل وماني عارف اني وافقت على اخيس ليلة بحياتي. طبعا اول ما اجى الليل لقيت رفيقي بالسكن متغطي وانا ماني فاهم ليش يتغطى والحر شاوينا شوي، بس لما قررت اتسدح لعشر دقايق فهمت ليش. الناموس ابن الكلب حالف يشفط اخر قطرة من الدم المليان مية اللي محتفظين فيها عشان ننجو من الحر حرفيا، وانا عم حاول نام وساكت رفيقي خرج عن صمته وما تحمل الناموس. اخر ناموس حرفيا ماسك حالي ما اضحك، ولما ما قدرت من الحر والناموس والكتمه والضحك والهم طلعت من الغرفه على اساس نام بالحديقه، فيها كراسي وطاولات ففيني احط راسي عليها ونام، وكان في نسمات هواء على الاقل، والله حسيت حالي طالع من محرقه. بعد ما لقيت لي كرسي وقعدت عليه فجاه بتجيني قطه بيضة مسكينه قعدت تنوي بدها تضل معي، وانا كانسان بحب القطط بيعشق القطط وخشمهم الكيوت هذاك اللي بيتاكل. قربت منها بشوي عشان اعاد بسرعه عشان ريحتها كانت زقه، وغيرت مكاني ولحقتني ولحقتها ريحتها معاها ولحقها الناموس والحر، فجأة لحقتني كل المصايب. رجعت للمسكن كاره كل شيء وتسدحت وحاولت نام ما قدرت، والله كان حر مامزه، يأست لدرجة اني ساويت مروحة ورق عم هوي على نفسي حتى تعبت ايدي وتعبت معاها ونمت لساعة ونص بس، فقت تعبان بس اخيرا رحت سلكت بالاختبار بطاطا اي شيء ورجعت للبيت ونمت نومة اهلي الكاف بس تحت المكيف. والقصص اللي صارت عم تخليني اعيش وتعلم حتى لو كانت بترفع الضغط، وبنفس الوقت تخليني بعطي قيمة لنفسي عشان بعرف مع مين عم اتعامل. بشكر اهلي على تربيتهم، بالنهاية المكتوب مكتوب ما منه مهروب، مو كل شيء بايدي، وبالعكس لو ما صارت هالمواقف كان ما حيكون عندي اي كونتنت احكي عنه باليوتيوب. الموقف هاد صار لي بالجامعة. So basically جنب المختبر اللي بنشتغل جوات وفي حمام وبلاش قصصك كليات عن الحمامات. لك حتى انا بسأل حالي هذا السؤال دائما ما بعرف. الشيء الغريب بهذا الحمام انه ما مبين اذا كان للذكور او الاناث، وكل اللي عارفينه انه في لافتة راسمين عليها هذا الشكل. اوكي بيوم من الايام قبل ما نبلش شغلنا بالمختبر انحشرت وما كان عندي خيار غير اني ادخل هذا الحمام لانه الاقرب وما بدي فوت على حالي العمل المخبري anyway. فدخلت وبعد شوي سمعت صوت كعب بنت عم تمشي، ارتبكت وحاولت تخفف انفاسي عشان ما حدا يسمعني وظليت بمكاني. المشكله مو هون، المشكله اني اضطريت اسمع شغلات ما دخلني فيها، شغلات المفروض الرجال ما يسمعها. من بين كل الايام جتني اليوم، ليش يا ليل النكبه يا ربي شو هالفضيحه. عن شو عم تحكي هاي؟ خلاص بدي اطلع. انجبرت اتجمد بمكاني عشر دقايق عشان تروح البنت وتبعد عن الحمام لأبعد مسافة ممكنة. بعدها خرجت وحلفت ما ادخل لهذا الحمام مرة تانية ابدا. يا اخي الوضع كان بيفشل كتير كتير كتير، كان محرج، ولا مرة صارت معي من قبل هيك. بس بصراحة بقدر اعطي لحالي عذر دام اني اشتغلت بمجال طبي اني اسمع هيك اشياء، لك بالمستقبل ان شاء الله حيجوني من كل مكان بيحكوا لي مشاكلهم الشخصية عشان اعطيهم دواء. ومن كلام البنت بقدر اتوقع عن ايش كانت تحكي، يعني كل موضوح كانت عم تحكي عن خلي توقعاتك لنفسك. اوكي اسف. مشكلتي ما كانت مع الجامعة بس، كانت مع المسكن كمان. أغلب وقتي بتحلطم عن المسكن وما بحب أني روح لإله. يو أيام ما كنت مكتئب حرفيا من أسوأ الذكريات. كنت بهذيك الفترة أنشر فيديوهات قصيرة، ببساطة حاسوبي ما بقدر أخده معي للجامعة فكنت ما بقدر ساوي شيء، ولما أرجع للبيت كنت برجع تعبان ومو طايق شيء، فبسجل وبرسم وأنا كتير تعبان بس عشان عيونكم وعشان ما أسحب. جوكون يو يا صاحبة، مين الصاحب؟ أجل مش بيرمو. أنا ما رح سوي مقاطعي بالجامعة لأن ما فيني سجل بالغرفة بمسكني الجامعي بصوتي والكل يسمعني وأنا سوي شغلي. السلام عليكم، رح نبدأ هذا المقطع اليوم عشان نتكلم عن الجامعة. الجامعة زي ما بتعرفوا يعني أنا أكره الجامعة كتير وإنت يلي قاعد تسمع. مين هذا الشامي مدري خليجي قاعد يتكلم كذا بنص الليل ونحن نذاكر؟ قوم جيب مسؤول الأمن. هذا وعندي مذاكرة وتمارين لازم أحلها بوقتها ولا راح تصير مشكلة بجدولي الزمني. الحمد لله أنكم تدرون عن هذا الشيء لأني بنشره على الإنستغرام، والأشياء اللي بسويها محدودة، ولو أن عندي أفكار وخطط ومشاريع لكن الوقت ضيق ما فيني سوي شيء، لازم استسلم. لا، في حلول نسبية بسيطة لقيتها عشان أسيطر على الوقت شوي. صرت أحدد الأشياء على حسب أولوياتها وأطبقها، الباقي عزبالة.
زبالة مؤقتة لأني أحتاجهم بعدين. عدوي الثاني هو الكسل. برو، ما عندي سبب عشان أصير كسول، على طول عقلي يبغاني أصير كسول أصير كسول، لكن اكتشفت أني لو بديت شغلي أو على الأقل جزء منه رح كمله بالفعل. لهيك لو تحس حالك عم تماطل بأعمالك وتأجلها كتير، فقط تتحرك شوي وبدأ ورح تخلص حتى يجيك الملل. الملل ما عرف اتعامل معها كتير. بدي سوي شيء لكن أشوفه ما يستاهل، بدي أروح لمكان لكن شايفه ما يستاهل، قدامي كيس فيه مليون دولار مرمي وما حدا أخده لكن ما بدي أخده لأني شايفه ما يستاهل. يب، ملل. لو التقى الملل والكسل وضيق الوقت مع بعض رح يصير ثلاثي خطير جدا، زيه زي مثلث برمودا اللي بتختفي فيه الأشياء، لكن الفرق أن في هذا المثلث بينشفط الوقت وتختفي أفكارنا وطموحاتنا. ولا لا تفكروا أحضر محاضرات تنمية بشرية، شو شايفني غبي لهذه الدرجة أروح أسمع لحدا يتكلم لي عن أشياء أنا بعرف عنها؟ ولهذا لازم تحاول تتخلص من الكسل بكل قوتك. حاول تتخلص من Shut up and give me my money. كذبة التنمية البشرية. ما قول الكل متشابه في محاضراته لكن أغلبها مزرعة توليد أموال في سبيل الضحك على الناس. هذا ممكن أقل شيء أسميه تحفيز لو تلطفت عليهم، لأنه ما يستاهلوا. نحن محتاجين حلول واقعية لكن يبغالها موضوع كامل نتكلم فيه عن هذا الشيء لأنه وقتي ضيق. طيب خلونا من الأشياء المملة وخلوني أحكي لكم عن المرة اللي طاح فيها مفتاح غرفتي بالحمام. أحس أن عندي مشكلة مع المراحيض. لو شفتوا أني بكثر كلام عن المراحيض فيديوهاتي لا تتعجبوا. ندخل بالسالفة. كنت في أمان الله رايح عشان أقضي حاجتي، لكن المشكلة وكالعادة أن مراحيض الإقامة جدا نظيفة، يعني نظيفة جدا، والله ممزح جميل. من بعد كيلومتر كامل تقدر تشم ريحة المراحيض الذكية. نزلت للطبق الأرضي وتوجهت لقاعة المراحيض وحاولت أدخل بشكل سريع عشان أنتهي وأروح في أمان الله. لو كنتوا تحسبوا أن حمامات الجامعة فظيعة، استنوا لخبركن عن حمامات الإقامة الجامعية. تحس حالك عايش في إسطبل أحصنة. ممكن الإسطبل أحسن بصراحة، أصلا مين يسوي مرحاض فيه نوافذ والنوافذ فوقها شبابيك؟ شو يا عمي، سينما هاي ولا إيش؟ ولا لما كنت مرة بالمرحاض بالليل شفت شي أحمر من بعيد هيك، شفتوا لما تكون بماينكرافت بالليل والسبايدر باين من بعيد بعيونه الحمراء؟ زي هيك بالضبط لكن في الحياة الواقعية. تعبت وأنا أفكر إيش هذا، ولما جاء الصبح طلعت كاميرا. هذا أسوأ من الشبابيك، من اللي عم يسير الإقامة بالله؟ المهم نرجع للسالفة الأساسية. فرحت لقاعة المراحيض، كان أمامي 10 خيارات كل واحد أسفت من الثاني. ما في ضوء. أهلا. لا ما في باب أصلا. وين الحنفية أصلا؟ كيف صار كذا؟ مزبلة. أنا أخوي. يا لا، ليش ما في باب؟ يا أخي وين الباب؟ أنا أخوي. استقريت على الخيار الرابع لأن على الأقل الباب يتقفل وكان الوضع نظيف. لما أقول لك نظيف لا تتخيلوا أبيض ناصع، كان كذا. بس لحظة، أنتوا بتسكنوا في طوابق، مش من المفترض في كل طابق يكون في مراحيض؟ أنا نزلت للطابق الأرضي لسبب. استقريت على الخيار الرابع وكنت كذا طول الوقت. لما انتهيت كان جيبي اللي في السترة في وضعية تخلي الأغراض اللي بالداخل تطيح. لا لا، المفتاح ما طاح قدام عيني في ثقب المرحاض ومستحيل هذا الشيء يصير. مين هذا الشامي مدري خليجي قاعد يتكلم كذا بنص طريقي وأنا رايح؟ مجددا كنت كذا وكان التنفس سيء، مع كل حركة أسويها يدخل شوية هواء يعكر تنفسي. قلت بلكي أروح للحديقة اللي جنب المسكن، ممكن لاقي شي عصا أقدر ألقط بها المفتاح. حرق، ما لقيت أي عصا، كل اللي لقيته نبتات طويلة. ما عندي خيار ثاني. قصيت نبتة طويلة ورحت أجرب حظي. أوكي، بحذر بحذر. ممتاز. يل أنت لازم أخذك الحين من هون. لما استسلمت خلاص قررت أتخذ الخيار الصعب إيدي، لكن الاحتياط جبت كيس بلاستيكي ولفيته مليون مرة على إيدي عشان أضمن نظافتها 100%. وشوي شوي دخلت إيدي وأنا قاعد أندم على كل لحظة في حياتي دخلت فيها لأي مرحاض. ندمت على أني أصلا إجيت على هذه الإقامة. للحين حاسس إيدي لساتها وسخانة، هذا الشي حيسبب لي رهاب جراثيم مدى الحياة. غسلت المفتاح بكل أنواع منظفات الحياة، منظف أواني، كلوركس، صابون، حتى معجون أسناني، وحطيت عليه كميات جدا كبيرة حتى إيدي. لهيك نصيحتي لك أنه لا تدخل المرحاض أبدا في حياتك، إنه فخ. قصدي أنه لا تطيح في هيك مواقف بايخة، لأنه والله زفت يا أخي. هذا اللي كان ناقصني، كان باقي شوي أكب المي على المفتاح وأقول فخ.
This shit. هذا سبب تاني خليني أروح لبيتنا، راح أشتغل على اليوتيوب، أصلاً مين يحتاج جامعة في هذا الزمن؟ بس ما سويت. كطالب طب فرع صيدلة رح أدرس 6 سنوات من حياتي في مدينة بعيدة غريبة وأظل أكافح لحالي وأنا ساكن في مكعب صغير. في أشياء كثيرة ودي أحكي لكم عنها في مسكني الجامعي، بس من وين أبدأ؟ الله أعلم. ندخل بالسالفة. المسكن الجامعي مصيبة. لو كان مسكن عدل كنت انطميت وما تكلمت وحمدت ربي على النعمة، الحمد لله دائما وأبدا. لكن ولا شيء جيد. الأكل؟ لا. النظافة؟ لا. الحمامات؟ طبعا لها، ولا شيء جيد. حتى الطلاب اللي معانا بالشقق اللهم بس قلة القلائل، بس والله فضايح. أنا بنفسي ما أحب أجلس بالغرفة ذيك، مشؤومة وتجيب الاكتئاب. لو كان معي شخص قريب بيكون أهون 1000 مرة. صحيح أن معي شريك في السكن، بس إحنا ما نتفهم مع بعض كتير، كل واحد مختلف عن التاني وأغلب الوقت بيننا عبارة عن awkward silence. أحب أطلع من الغرفة وأروح أماكن بالمدينة، بس في معوقات كتيرة تمنع هذا الشيء. أولا مصروفي الأسبوعي يكفي حاجتي، يعني أن ما لازم أضيعها على طلعات غير عن طلعات الجامعة. ثانيا المذاكرة. المذاكرة شيء مهم لنا كطلاب في مجال طبي، نحتاج كل الوقت عشان نفهم معلوماتنا اليومية ونحاول قدر المستطاع نفهم بدون ما نضغط على حالنا وندخل بمشاكل نفسية بسبب هذا الشيء. لهيك أوقاتنا ضيقة. وأخيرا حتى لو قررت أتمشى بدون ما أدفع، يعني على الأقل طلعة قريبة من المسكن، ما في شيء يستحق أنك تمشي عشان تشوفه، ما في شيء يسر الناظرين. وهذا الشيء ثاني يسد نفسيتي كل ما أرجع للمسكن الجامعي. حرفيا لما أشوف المسكن من بعيد وأنا جاي بالسيارة تنسد نفسيتي. أويا اليوم اللي رح أرجع فيه للمسكن الجامعي، let's have fun. بس الشيء اللي محيرني هو كيف إنه فاتحين في غرفة مربعة صغيرة مطعم وجبات، ولك طلاب فاتحين داخل شقتهم مطعم وجبات من بين كل الناس جت علي قدام غرفتي. لا تقدر تنام ولا تقدر تتنفس ولا تقدر تذاكر، ريحة الزيت والمقالي والبطاطس دائما موجودة، والشباب يتهاوشوا ويتصارخوا لأتفه الأسباب كل يوم كذا. مدري ليه ما حد جاب خبرهم، بس والله إن إزعاج. لو فكرت يوما ما أنك تذاكر عشان امتحان بمسكنك الجامعي، أرجوك فكر مرة ثانية. ديسكو جنبي. جنبي؟ الديسكو صار داخل الغرفة، ولك العمارة كلها صارت ديسكو. والله حرام. كل مرة تصير، كل ليلة تقريبا أنا متحمل وماسك حالي عشان ذا الشيء، لدرجة أني صرت أسوي بوكس للحيط عشان يوطوا الصوت. زادوا الموسيقى ورجعوا لي بوكساتي بالحيط. والله ما تقدر تعرف أصلا من وين جاية الموسيقى، كل واحد مسوي حفلة على هواه. صراخ بالهبل، حتى صاروا يرقصوا كده ويقفزوا، والسقف حسيته راح يتهدم، الشباك صار يهتز، صاروا يزغرتوا زي الحريم تماما. وأنا همي بس أذاكر شوي وأصحى، بس مستحيل. ولك بأحد الأيام صاروا الشباب يفتحوا غرف عشوائية عشان يدخلوا يستانسوا ويسووا حفلات ورقص وموسيقى، وممكن حتى يسرقوا الأغراض. لحسن الحظ كنت بالغرفة ذاك اليوم وشفت محاولات أحدهم. كل يوم ديسكو كذا، إلين وصلت لحدودي خلاص. رحت كنت أبغى أفتح الباب وأصارخ عليهم أو أشوف إيش أسوي معاهم، بس ما قدرت. السيطرة تحت الوضع حرفيا، والتحكم بالشباب صعب. بعيدا عن هذا، الممر اللي يفصل الغرف كان في حالة فوضى. أقدر أقول أنه في حالة فوضى دائمة كل يوم، بس الله يجازي عمال النظافة اللي جالسين يبذلون جهد في ظروف سيئة زي ذي. والله يحسن الأحوال. الحين لو سمحتوا بعده شوي هيك، خلوا شوية مساحة شخصية تمام، لأن في عراك شخصي حيصير هلأ بيني وبين ضرس العقل. أسوأ شيء بالحياة هو ألم الأسنان. ما تتفق على كيف أبوك ما دخلني، بس فعلا ضرس العقل عذاب. ضرس العقل هو 4 أضراس تحت اللثة، وهي آخر ضرس يبان بعد مرحلة البلوغ. جاني ضرس العقل الشرير، وما جاني بأي يوم، لا الشرير جاني بفترة اختباراتي، يعني والله قذارة وساخة. وطبعا ما كنت أدري أبدا أنه ضرس عقل. بالبداية الألم كان يعني مزعج فقط بالجزء الأيمن بخدي، بعدين يوم بعد يوم الموضوع صار من مزعج لمؤلم. وأنا الغبي الجاهل من عادتي لما أعطس كنت أسكر خشمي، فبالتالي الضغط كله يرجع بدل ما يخرج، وهذا الشيء خطأ. وبسبب هذا الشيء هه
وبهيك أنا رميت النار على البنزين. بعد ديك العطسة الموضوع تغير من مؤلم لمميت. أسناني من الجهة اليمنى حتى القواطع صارت كلها تتحسس لأي شيء بسيط، والألم مستمر وثابت وما ينقص أبدا. خدي وجعني، العظمة تحت العين توجعني، عظمة الفك توجعني، باختصار الجزء الأيمن من وشي كله على بعضه يوجعني. بس هاد كان ولا شيء قدام اللي كان جاي. كان باقي شوي على الاختبارات وأنا ما ذاكرت بسبب الألم، حرفيا ما قدرت أركز بأي شيء بلا ما أذكر معاناتي مع السكن. المهم باليوم اللي بعده رحت لدكتور بالكلية لأن حاولت أحضر الكلاس وأتحمل الألم بس ما قدرت أبدا. ما بقدر أكل ولا أشرب شيء وأنا مرتاح، لأن ممكن المضغ يخلي الأمور أسوأ أو ممكن حرارة المي تعقد الأمور أكثر. كنت حريص جدا وفي نفس الوقت مو طايق ولا شيء بالحياة. فلما رحت لعند الدكتور قال لي ما في سوسة أبدا، أسنانك سليمة. قلت له طيب ايش هذا؟ قال لي من المحتمل انه ضرس عقل او حساسيه. بعدين عطاني مسكنات الم ومضادات هيستامين ومدري شو. ثلاثه ايام مرت وما في تحسن ابدا. احد الطالبات بالكليه معي بالصف لاحظت الموضوع وقالت لي ان في مصحه قريبه ممكن يكون في دكتور اسنان، وانا ما خسرت اي شيء ورحت لهنيك. رحت الساعه 12 ولقيت مكتب الطبيبه مقفول، ولما سالت الاستقبال قالوا لي بدك تنتظر الين الساعه 2 بعد الظهر. وانتظرت وكرهت حياتي لحتى جاء دوري، ولما دخلت قالت لي وينو ابنك؟ نعم وينو ابن؟ لا تقلي انك حصلت هذا المكان للكبار، هذا مكتب طبيبة اسنان اطفال. الغلطة غلطتهم لان ما كان مكتوب انها طبيبة للاطفال. يا عالم حطوا لافتات، ترى استنيت ساعتين. وقالت لي مكتب الكبار هنيك. بعدين لما رحت لحسن حظي ما كان في طابور ابدا وكنت الشخص الوحيد، بس الطبيبة اللي كانت هنيك كانت مرة هاي كلاس، كانت تتكلم هيك ومرة مستعجلة عشان عندها موعد او سمثينج، وانا ما كان عندي خيار غير اني احاول معاها عشان تشوف الموضوع. بعدين كانت زي اوكي بس يلا بسرعة. لما قالت هيك عرفت انها بدها تسلك لي، وايش صار؟ سلكت لي. وقلت لها اني رحت لعند طبيب الكلية وعطاني مسكنات ومضادات حساسية، فقالت لي اوكي ممتاز كمل عليها ما تحتاج وصفة الحين بروح للموعد. وسكرت المكتب وانا ضيعت كلاساتي المسائية وما استفدت شي. ايام بعدها الموضوع زاد اكثر وكان يوم اربعاء، ولسبب ما الجهة اليمنى من خدي تورمت نوعا ما وارتفعت حرارتي والألم زاد وصار يجيني بلغم. وطبعا البلغم كل لون وإله معنى، النوع اللي كان يجيني كان أخضر والمعنى أن جسمي كان في حالة مقاومة ضد عدوى معينة. الظاهر أن الانتفاخ كان عبارة عن قيح وبسبب هذا الشيء بدت تجيني الأعراض. طبعا حرارة جسمي كانت مرتفعة ولكني أنا كنت أحس بالبرد وكنت ما بطيء الحركة وأبغى بس اتسدح واتغطى، وكانت تجيني رغبة قوية جدا عشان أقولكم خدي بقوة. كانت أسوأ مرحلة مريت فيها فيما يخص ألم الأسنان لأن عندي قصص بالطفولة بس كانت ولا شيء قدام ضرس العقل هذا. بعدها بدقائق وأنا نايم صرت أشم ريحة بيض، ريحة كأنها ريحة لحم فاسد، بيض مقلي أو بصل شيء زي هيك. وأنا أحس بشريكي بالسكن جالس يطبخ شيء. لما فتحت عيوني ما لقيته يسوي شيء، والموضوع كله كان من البلغم. صرت أشم ريحة من خشمي أنا بنفسي ما كنت طيقة. بعدها بدقائق خشمي يمتلى بالبلغم وبصير لازم نطفو. الموضوع صار مخيف لأن أول مرة يصير معي كذا، ومع كل هذا الألم والحرارة والتعب وعدم التركيز والاختبارات اللي جاية وأنا مش مذاكر، اتخذ قراري بأني رح أشيل الضرس هذا. اتصلت بأبي وكانت الساعة 7 كذا، قلت له كل شيء لأن ما كان يدري وطلبت منه يساعدني عشان يرجعني للبيت وبكرة يحجز لي موعد مع طبيب الأسنان. وبالفعل أبي رجعني، واليوم اللي بعده صحيت بكير الساعة 6 ورحنا للطبيب اللي كان طبيبة برضو. لما جاء دوري نادتني حكيت لها كل شيء، قالت لي ما عليك خلاص درس عقل وبيمشي الحال لا تخاف. قلت لها ان هذه اول مره اشيل درس بحياتي، عطتني حقن التخدير وقالت لي اجلس بالغرفه وبعد شوي رح ناديك. حسيت ان في شيء عم يذوب داخل تمي. بعدين نادتني قالت لي يلا جاهز، قلت لها تمام. فتحت تمي جابت معداتها واول ما غرزت شيء معين باللحمه بس سويت لك تخدير لسه عم تحس؟ ممكن يحتاج حقنة تانية. يلا هذه الحقنة التانية، روح استنى بالغرفة ورجع لي بعدين. بعدين رجعت، المشكلة انه ما زلت احس بالألم، الله اعلم ليش، ممكن حقنها للتخدير ما كان بالمكان الصح بس والله ما ادري. وهي عم تلمس اللحم اللي فوق الدرس كنت ما زلت أحس بالألم، فأظن والله أعلم أن القيح كان سبب في الموضوع وكان المفروض أنها تنشف المكان من القيح وتعقمه بعدين تبدأ. لما رجعت لها للمرة الثانية بعد الحقنة الثانية أوكي جاهز؟ هالمرة لا تقلي عم أوجعك خلاص اتفقنا؟ يلا خلاص ما بقى شيء ما بقى شيء، يلا ما تصرف عشان ما يضحكوا عليك اللي يستمر.
يلا خلاص قوم، رح أعطيك حقن نستخدمها بعد ما تاكل ومضادات ألم كمان. بدي إياك تسوي لي صور إشعار على أسنانك كلها، ولا تنسى ترجع لي بعد أسبوعين من هلا. كانت معاناة ما أتمنها لأي أحد، وكانت رحلة كمان أتوقع أنها دامت لثلاث أسابيع، بس الحمد لله أنها راحت. الحين دوركم عشان تخبروني لو صارت لكم زيي أو أخف أو أكثر يعني. بس اللي ضايقني أكثر هو الأكل في المسكن الجامعي. إذا المنظر كئيب والحمامات بتخزي وكل شيء سيء، على الأقل إذا كان الأكل جيد حيغطي على كتير أشياء، صح؟ هيك فكرت أنا حتى اكتشفت المطعم تبع المسكن. إلي 3 سنوات هلأ بالمسكن، السنة هاي بس عطيت المطعم تجربة وكانت تجربة زي الزق. لك أن تتخيل عزيزي المتابع أنك تاكل بالمطعم وجنبك قطة عم أو أنك رايح عشان تاخد حصتك وتكتشف أنك مشيت عزق القطط، أو أنك رايح ترجع طبق المطعم اللي أكلت عليه وتكتشف أنهم يدخلوه جوا الزبالة وينفضوا بعدين يجلوه بالمي. بيني وبينكم حتى بعد الجلي بيظل بقايا الأكل بالصحن، وأكتر من مرة قلبت بين الصحون عشان ألقى واحد نظيف. تخيلوا كمية الجراثيم اللي بالصحن لمجرد أنه لامس سطح الزبالة. ومو حتى بغسول معروف ويحطوا النقطة بس. إيش في هذا؟ طول اليوم ينبح ما تعب من الحلطمة يا أخي. بأي السنة عطيت المطعم فرصة، وبأي السنة كمان قطعت علاقتي بالمطعم، خلص ما عاد فيش اسمه مطعم. أخ يعني حتى الأكل اللي ممكن يحسن المزاج ما فيه. قدام المسكن الجامعي في مطعم وجبات سريعة، بس مطعم كتير رخيص ونفس الشيء، لا نظافة ولا بطيخ. هو نفس المطعم اللي أكلت منه وتسممت. المهم وأعد أنت دور لك على شيء مطعم يرقى للتوقعات عشان بس تعيش. فطول هاي السنوات اطبخ او اشتري شي يا من البقالة او اضطر اشتري من الفاست فود هذاك اللي كان معي بالمزبل. الصراحة ينفع عليه. اوكي. اللي كان معي بالمسكن كان يطبخ كمان، بس كان ما يجلي، وانا ما بلومه كتير لانه وقتنا ضيق اساسا، فكان بيحط على الطاولة ويخليه لايام. مرة كنا عطلة ورجعنا للبيت، لما خلصت العطلة رجعت للمسكن وانا داخل شميت ريحة عفن، بس ما كنت أدري أنه عفن ولا كنت أدري إيش هي ريحة العفن أساساً. ففعلت قدرة خلاياي الخشمية عشان تتعقب العفن من وين جاي. أول ما قربت من الطاولة لقيت طنجرة والريحة جاية منها. أول ما فتحتها انطلقت الرائحة واخترقت خشمي ولعبت براسي لثلاث ثواني، بعدين غيرت إعدادات نظامي العصبي خلاص فهمنا النكتة. أوكي. فتحتها ولقيت شعر طالع منها حرفياً، رميت الغطاء وبعدت، حسبته راس إنسان حرفياً. بعدين استوعبت أنه عفن. يا أخي عصبت إنك كيف 15 يوم ناسي الأكل بالطنجرة فوق الطاولة حتى عفن؟ أخ أظن أني حظلت طول حياتي أكل إندومي وخلاص، حرفياً الإندومي حيعيش جوانا من كتر ما ناكله من جد. الله يعين. خليني أحكي لكم عن اليوم اللي سال علينا فيه المي من سقف الغرفة. يوم من هذيك الأيام خرج رفيقي من الغرفة عشان يروح يشتري أغراضه، وأنا خرجت عشان أشتري شوية أغراض كمان. كالعادة ديسكو بكل مكان وشوية فوضى بالأرض. لما رجعت للغرفة وفتحت الباب فجأة بشوف قطرات مي بتنزل من فوق السقف من جهة سرير رفيقي بالسكن. باختصار بمسكننا كان في أنابيب صرف مياه، لأنه والله أعلم زمان كانوا حاطين أماكن تصريف المياه بالغرف، يعني كان فينا نغسل إيدينا زمان فشالوهم، بس حفر الأنابيب لسه موجودة. عادة تشوف القطرات تزيد وشوي شوي الموضوع ما صار قطرات لأنه صار شلال. بسرعة بعدت سرير رفيقي عن مكانه، وتخيلوا أنه أغراضه وأوراقه تبع المذاكرة كانوا لسه على السرير. الشلال ما وقف، وفجأة صرت عم شم ريحة شامبو أو جل استحمام. ما حبيت أقرب من المي عشان ممكن تكون ملوثة وأنا ناقصني بس مرض، فخرجت وأنا طالع لاحظت أن غرفتي صارت مسبح منحوس. أنا طول حياتي ولو على راسي فانوس رحت على السريع للغرفة اللي فوقنا. دقيت مرتين ثلاثة حتى انفتح الباب. ما بعرف شو بدي اقول. برايكم شو كان عم يساوي؟ ياخد شاور بغرفته. ممكن مو غرفته اصلا، كانت فارغة وما فيها الا دلوين معبين مي. لما فتح الباب خرج لي بفوطة استحمام وقال لي نعم عفوا. قلت له عم تتحمم؟ ايه عم اتحمم. نعم بغرفتك المربعة مو بالمرشات اللي حرفيا تحتنا بكم خطوة. ايه جايب المي السخنة منه. جايب وتستحم بغرفتك. سكروا المرشات بكير، فقلت على الاقل جيب لي المي. وبعدين انت فكرت تتحمم بغرفتك؟ إيه ليش جاي تحاسبني؟ بتعرفني شيء؟ لاني تحممت معك. ما بتقدروا تعرفوا كميه الديسابوينتمنت اللي جاني من الجنس البشري بعد اللي صار. الحاجه ام الاختراع اكيد، وسكروا عليك المرشات، بس غبائك خليه ببيتك رجاءا. قلت له انه المي تبعك نزلت علي من فوق يا يا يا, يا بني ادمي. واقف تتروش وتعال نظف الغرفه من المي اللي انت كنت السبب فيه. قال لي اسف وتمام حوقف لحظه بس غير ملابسي. استنيت ما اجا.
ما رح يجي صح؟ رجعت له ما لقيته بالغرفة، وطلع انه اصلا الغرفة فاضية ما حد ماخدها وهو اختفى. وطبعا مستحيل اي حدا يقول لي اسمه لما سألت او وين يسكن، لانهم بيعرفوا بعض، يعني لا هو ولا انتو حتساعدوني ولا بشي قليل. الله يهديه هو، بس احنا ما دخلنا، كلياتكم نفس الشيء لكان، يعني نفس الخ بس غير ريحة. رجع رفيق اللي معي وشاف اللي صار، وانا اللي زي مفاجأة، ما عجبك المسبح؟ You know. احيانا بتمنى اني ما دخلت جامعة ورحت اشتغلت رقاصة. فتكنيكلي انا تروجت بمياه المجاري، وبدأنا ننظف وننشف المكان حتى انتهينا. سكرت ام جد عم الثقب اللي كان يسيل منه المي بمليون ورقة وقماشة، غيرت تيابي، رميت نفسي على تختي، ضليت افكر باللي صار. اخ، هذا يعتبر جزء من الاشياء اللي تصير بالمسكن الجامعي، واللي حسيت انه ما كان ضروري تصير، لكن الواحد لازم يتوقع اي شيء لو كان عايش بين البهايم. المهم في اشياء تانية خلنا نعتبرها مقبلات. من بداية السنة حتى اخر يوم في جماعة كانت تعيش بنفس الرواق تبعنا، ممكن بيننا 7 بواب، وكانوا مزعجين جدا، ما في لا تربية ولا بطيخ، وهنن بيسبوا طول الوقت مسبات كبيرة بالعربي. بس كان في واحد منهم بنص الليل وبدون سبب يطلع من مسكنه، بنسمع اكبر تتشاية في العالم وصوته واصل لاخر الدنيا. عم قلكن احنا عايشين مع ناس مثقفة جدا، هذولا نفس الناس اللي كانوا يساوي ديسكو مولعين المسكن بالليل بينما الناس تانية عم تذاكر لانه وراها اختبارات. صراحة بشوف اني كنت في نعمة، يعني بيرمو كيف في نعمة وانت طول حياتك بالقناة تشتكي من الجامعة والمسكن؟ بس دقيقة خلوني اشرح، انا كتير ما كنت متوقع ان في اسوأ من هيك مسكن، ولما غيرت المسكن مؤقتا تمنيت لارجع فورا وما راح اشتكي ابدا. بفترة الاختبارات تسكرت الاقامة الجامعية، قال شو في ترميمات وهيك. لما سمعت هالخبر فرحت كتير لانه اخيرا في كتير اشياء رح تتصلح. من بين الحمامات تم رمينا باقامة تانية بعيد عن الاولى، الشرط الوحيد ان اسمك يكون مكتوب مع الناس اللي حيختبروا، والا انت ليش اصلا راجع على الاقامة؟ قلت اوكي ورميت عيني على القائمة عشان شوف اسمي، دورت مرتين 3 مرات، رميت ورقة طلاب الصيدلة وقلت له اعطيني القوائم التانية ممكن تلعبك وحطوني مع ناس تانيين، دورت بقائمة الطب وقائمة جراحة الاسنان وقوائم تانية بس ما في شيء. بسم الله، والله عن جد حسيت حالي منحوس لدرجة انه من بين تريليون شخص بالاقامة ما كتبوا اسمي. بس قالوا لي طيب روح للاقامة اللي حنرميكم فيها مؤقتا بلكي اسمك مكتوب هنيك، ورحت والحمد لله طلع مو مكتوب كمان. كان هاد اخر همي لكون صريح، وما حيعطوني الشقة وحضل نايم بالحارة طول ايام الاختبارات. بعدين في حدا من الاعوان واللي كان مسؤول عن الحراسة هنيك حس فيني وقرر بالسر يعطيني مسكن مؤقت بدون حتى ما كان اسمي مكتوب، والموضوع انحل باني فرجيته بطاقة الطالب وشوية عيون براقة، ونجح الموضوع وخلصت اول اختبارين وقلت له الاسبوع الجاي برجع ان شاء الله. هو قال لي اذا ما كنت موجود حتلاقي مفتاح المسكن عند مسؤول الشقق، ما راح اتكلم عن الاقامة هاي كتير. اوكي الحمامات زك زك زك، الغرف صغيرة وما في تهوية، والحشرات اللي تدخل الغرف غريبة، ما بعرف اصلا اذا كانت من كوكب الارض لان اول مرة بشوفها. اسف ما قدرت امنع حالي لازم اشتكي. بالاسبوع اللي بعده رجعت بس ما لقيت مسؤول الحراسة، فحسيت بشوية توتر اني جيت متأخر، ومجددا شعور اللي بنام بالحارة ومدري شو. لكن كان في حدا تاني ما في احلى منه واعطاني غرفة مؤقتة تانية لبين ما يوجهني لغرفتي تبع الاسبوع اللي فات، وكانت جدا نظيفة. ما حبيت اتحطم قدامهم فبس حطيت فيها اغراضي وظليت بساحة الاقامة عم ذاكر طول الليل، لانه اصلا كنت بسهر ايام الاختبارات، وحليت مشكلة النوم. باليوم اللي بعده لقيت مسؤول الحراسة مرة تانية وسلمت عليه وقلت له ها فيني ارجع للغرفة؟ فقال لي المفتاح ماله عندي هلا، بس فيك تروح لمسؤول الشقق وطلب منه يعطيك المفتاح. رحت لعند مسؤول الشقق وقلت له بكل ادب واحترام، السلام عليكم، كيف الحال والاحوال؟ يومكم مبارك سعيد. اما بعد احتاج الى ان اخذ مفتاح. انقلع من وشي ولا روح شوف لك شي شغله تانية، وطردني من مكتبه. الرجال طارت اعصابه، ليش مشغلينه لكان من الاساس لو ما كان يتحمل الكلام مع الطلاب؟ ضيقت بصراحه، ما لقيت غرفه. بس مره تانية شفت مسؤول الحراسه وقلت له كل شيء، ما كان بده يتمشكل معاه، والكل عارف انه هذاك البني ادمي انسان مشكلجي واعصابه حار نار. فرحت معاه لغرفه تانية اللي كان فيها طلع وبيرجع السنه الجامعيه الجايه، واعطاني المفتاح وحاسس ان الرجال ده خلقوا مني. بس خير، هن نسوا اسمي وانا لازم اكل تبن. الله الله. المهم دخلت وشكرت ربي على النعمة ورحت عديت الاختبار، ولما رجعت بالمساء جبت سندويشة لاني كنت جوعان وما اكلت شي من امبارح لاني كنت سهران. اول ما نويت اخذ عضة عفوا
هيك صار بالضبط. الغرفة كانت فارغة لأن اللي كان فيها راح لبيتهم الأسبوع اللي فات، ولكنه رجع لأنه عنده حصص صيفية، وأنا ما كان لي خلق فوت على هالإقامة مرة تانية، وما كان بدي أرجع له. وجالي حديد لمسكني القديم وصار بدي بس أرجع له، مع أني كنت محتاج وقتها سكن لمدة يوم واحد إضافي فقط. بس والله عرفت من كل شيء، وأبي وصلني للبيت مرة تانية وساعدني الله يحفظه لي، ما قصر أبدا. واليوم اللي بعده رجعت معه وعديت اختباري وخلصت الحمد لله. كانت أسوأ فترة اختبارات مرت علي، والحمد لله رجعت للمسكن مرة تانية وأنا فرحان، وكان بدي أشوف الترميمات والحمامات وكيف صارت الإقامة هالسنة. والحمد لله هداهم الله واستجاب للدعاء، ألف الحمد لله. وفرحت كتير، أخيرا المكان ترمم وصار شكله أفضل بكتير، ومشكلتي مع الحمامات أخيرا انتهت للأبد. ها وبس والله رحت لغرفتي عشان أحط أغراضي وأبدأ روتيني السنوي بالتعزيل والتنظيف، وفتحت الباب. وينن أغراضي؟ تصلح شي من هون يخترب شي تاني من هنيك. هذا الشي ما توقعته أبدا للأسف. 3 سنوات لهلأ ولا مرة صار هذا الشي، حرفيا كل أغراض انسرقت. الحمد لله أنها ما كانت أغراض أساسية، والباب أصلا ما انفتح دغري من البداية لأني لقيت قفل الباب مغيرينه، واضطريت جيب مسؤول الشقق ليفتح الغرفة. أول ما فتحتها لقيت سريري مقلوب وتياب مانون لقلي مرمية بكل مكان، لقيت أكل بالشباك اللي ما سكروه من زمان، وأغراضي وأغراض رفيقي بالسكن كلياتها مختفية. كان عندي خزنة انسرقت، لك حتى مفتاح الخزنة لساته معي. بتفكروا إنه أخذوا بس الأشياء اللي إلها قيمة؟ أي حتى منظفات الأرض أخذوها. عم يمزحوا صح؟ أغراض رفيقي كمان راحت على البرازيل. لما عصبت على مسؤول الشقق قال لي إنه الطلاب اللي كانوا ساكنين بالصيف احتمال إنه انكسروا أقفال الأبواب ودخلوا، واحتمال إنه هنن اللي أخذوا الأغراض. حرفياً انجنيت، مو علشان أغراضي، لأنه الحمد لله زي ما قلت كانت بس أغراض ما لها قيمة أبداً. انجنيت لأنه ما في أمان بهذا المكان، ولا الإدارة ساوت شي ولا بطيخ ولا حتساوي حتى. بتذكر في ناس سألوني إيه ليش ما تشتكي؟ عم قلكن ما بيساووا شي، الإدارة جبانة بتخاف من الطلاب، كل غرفة ما فيها حدا فيهم يدخلوا وتصير الغرفة ديسكو، وما حدا بيتجرأ يحكي معاهم. بهالأيام بس لقيت غرفة قريبة منا كسروا قفل بابها وفتحوها، وصار لزي ما صار لغرفتي نفس السيناريو، بس هالمرة لقيت ورا الباب علب خمر. بالإقامة؟ احنا عايشين بنفس المكان؟ لو وصل الموضوع اني بلاقي شي قذر زي هاد جنب غرفتي، فهون ضروري سكر ملف الاقامة. ما انا اول مرة بلاقي علب بيرة قدامي، مرة من المرات كنت طالع من مبنى المسكن وفجأة سبحان الله وقعت قدامي ازازة بيرة. وقفت شوي استغربت لدقيقتين وانا صافن بالازازة وكملت مشي. الحل الوحيد اني اطلع من هون واخذ لي شقة، بس يحتاج مني مصاري، لهيك ما راح اقدر. لازم دايما احمد ربي على كل شيء حتى لو كان بسيط، لان اول ما بيروح بعدين راح احس بقيمته. في ناس عم يعانوا اسوأ مني بكتير، بس عادي ما يعني اني ما لازم اتحلطم.